فالحقيقة أنه تم تشكيل لجنة للتقصي في مسألة اللوحات الإعلانية أو اللافتات الإعلانية اللي موجودة في الشوارع، علشان نفهم ونعرف إيه اللي بيحصل ونلحق إن احنا نتدارك أي حاجة قبل ما يحصل لا قدر الله ضرر في الأرواح، وده المهم في الدرجة الأولى. خلينا نفهم مع حضراتكم إيه ممكن تكون اشتراطات وضع هذه اللافتات الإعلانية في الشوارع وعلى الطرق السريعة. دلوقتي معانا على التليفون دكتور طلعت بهلول، خبير السلامة المهنية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وهل في اشتراطات ما بيتم وضعها للشركات اللي بتستخدم اللافتات الإعلانية دي في كل المناطق مش بس على الطرق السريعة، لأن احنا كمان بنشوفها فوق أسطح العمارات؟ أولا مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. أنا عايز أقول أن سقوط اللوحة على كوبري 6 أكتوبر ده يعتبر حادث جسيم وتصنف في السلام والصنعة حادث جسيم. لسبب، أولا في حالة وفاة 4 إصابات 3 عربيات، يعني في أفراد أصيبوا، في أفراد ماتوا، في ممتلكات هي تم تدميرها، فيعتبر حادث جسيم. احنا لما نيجي نبدأ في البداية نقول إيه؟ أول حاجة البرج بتاع الإعلانات ده بيعمله ديزاينر، مهندس تصميم. السؤال، هل مهندس التصميم اللي بدأ يعمله عمله على الأسس العلمية، سواء كان لكود أو تعليمات الوصفية أو تعليمات أو الكود أو المواصفات العالمية ولا لا؟ طيب هفترض إن هو فعلا صممه على المواصفات العالمية. طب معلش يا دكتور، احنا مش عارفين ايه هي المواصفات، لو تقول لنا. لا ما هو المواصفات، لا ما هو صعب دي على حسب، بتختلف اكيد من المكان. حسب كود، على حسب كود البلد. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، المشكله الرئيسيه الاداره المنوطه للسلام والصحه المهنيه وتامين بيئه العمل في وزاره القوى العامله، وبالك قالت لي انا شخصيا ان هم مسؤولين عن العاملين وسلامه العاملين ساعه انشاء البرج فقط. لا هم مشاركين في الديزاين ولا هم مشتركين اللي بعد كده. خلي بال حضرتك، يعني الديزاينر ده بيكون تابع للشركه المعلنه، حضرتك عايز تقول كده؟ دي الشركه، حضرتك الشركه اللي هي بتعمل الديزاين اللي بتعمل البرج، هي بيجيب واحد ديزاينر بيعملها البرج، راجل مصمم بيعملها البرج. طب عمله تبقى المواصفات ده راجل مهندس ولا لا؟ طب احنا قلنا عمله تبقى المواصفات، عظيم جدا. هل من يملي المواصفات للمهندس يا دكتور؟ نعم، ما هو ده بقى ده كود، يعني هو بيجي يدور، الله اعلم، نقابه المهندسين يقدر يبص عليها، واخد بال حضرتك، مركز شؤون مركز بحوث البونة يقدر يشوف عليها. دي حقيقه، دي مش موجوده، لان دي بره قطاع السلامه. تمام. طب هو بقى ايه؟ خلص مين اللي اشترى؟ انا عايز، هو عمل طبقا للكود، اللي اشترى اصلا الخامات اللي يركب عليها البرج، هل اشترى اصلا طبقا للمواصفات اللي اتحط عليها الديزاين ولا لا؟ انا هفترض جدلا. طيب بعد ما عمل وحط، ان الشركه المولات اللي ركبت، هل ركبت طبقا للديزاين وفعلا خدت على الشراء الاكويبمنت زي خرسان الاسمنت، زي الحديد اللي موجود، زي اللوحه اللي موجوده؟ لا. هل راعت الاحمال؟ هل راعت شده الريح؟ طب ايه راعت حضرتك ان شده الريح كانت 45 كيلو في الساعه وربع ساعه كانت 60 كيلو في الساعه؟ راعيتها؟ حط السيفتي فاكتور عليها؟ طب لو حصل هزه ارضيه النهارده موجوده، تعالى، هل حصل خلخله؟ هل هيحصل ايه للبرج؟ هل راعت الكلام ده كله؟ طيب يعني يا دكتور معلش، انا اسال حضرتك، هل مثلا هيئه السلامه بتلزمهم انه يتعمل تجارب مثلا على اللافتات الاعلانيه دي علشان تتحمل اي تغيرات مناخيه بتحصل؟ طبعا يا فندم، ده ترجع بقى لنقابه المهندسين. خلي بال حضرتك، انت عند حضرتك بقى شكل لجنه، عشان كده بسال سؤال. انا بسال سؤال ولسه انا هاجي لحضرتك في الحته دي بعد ثانيه واحده. تمام. طب اللوحه اللي موجوده دي، اللي هي الشاسيه اللي موجود دوت، هل حمل الشاسيه ده اتقل من الحمل اللي موجود على العواميد؟ ما هو المفروض يكون في نسبه وتناسب. يا خلي بال حضرتك، ما هو مين اللي يقول؟ مين اللي يقول الا مراجعه فنيه؟ طيب سؤال ثاني، هل الاداره او الهيئه اللي بتاجر المكان بتشرف عليه من خلال مين؟ مهندس من عندها بيشرف، ولا في لجنه من النقابه بتيجي؟ مهندس الشارع بيشرف على كل الخطوات، بيشرف على الديزاين بس، ولا بيشرف لغايه لما بيستلم البرج؟ خلي بقى دي نقطه. طيب الاستشهاد اللي موجود دون، انا بصنفه ايه؟ يعني انا لعيب كوره بشتريه ب 100,000 جنيه ولعيب كوره بشتريه ب 100 مليون، كيف اصنفه؟ يبقى تصنيف لازم يكون صح، لان خلي بالك القضيه دي ممكن تقع على مجابر سكنيه فوق العمارات، موجوده لوح عندنا كمان، الانتنه بتاعت الابراج بتاعت المحمول، كل دول موجودين.
مين اللي يقول الاحمال اللي موجوده محطوطه صح ولا لا، الا مكاتب الشركه معتمده ويكون ذو خبره. دي برضو نقطه مهمه جدا احنا ما بنشوفهاش. طيب يا دكتور معلش عايز اسال حضرتك صدق. رايك على وجه التحديد في الحادثه اللي حصلت على 6 اكتوبر، تفسيرك ايه لسقوط اللافته الاعلانيه دي او اللوحه الاعلانيه دي؟ رايك ايه يعني هي ليه وقعت؟ من وجهه نظري انا اقول لحضرتك على حاجه اتفضل. هو لو وقعت بتقع قدامها ورا دي مالي بالجنب. معنى كده ايه؟ معنى كده ان في لود وحمل من الشاسيه فضل فتره زمنيه طويله لغايه لما جت اللحظه القشه اللي قطف بها رعيت اللي هو الريحه راحت قلبها. هو مش المفروض يكون في مواعيد صيانه للافتات الاعلانيه دي؟ ده شيء طبيعي. انا بعمل بس صيانه، بعمل تشيك كمان على الكاسات على الخرسانه اللي موجوده. انا بعمل تشيك كمان على الاعمده اللي موجوده. خلي بال حضرتك مهمين. سؤال، من المسؤول؟ هل الشركه اللي بتاجر ولا الشركه اللي بتبني ولا الشركه اللي هي اصلا بتحط اليافطه عليها؟ حضرتك اللي تقول لي يا دكتور في حاجه زي دي لا. هنا المفروض لا مين لا. اللي يسال؟ المسؤول الاول والاخير الشركه اللي هي اصلا بتاجر، مسؤول عنيهم اللي هي بتاخد فلوس الايجار. انا كراجل باجر يعني باخد المكان كشركه حكوميه بقول لهم الله خد المكان استفيدوا، انا عايز اخد اكبر قدر من الفلوس. والشركه اللي بتعمل اعلان عايزه تاخد من الراجل اللي هينزل اكبر قدر من الفلوس. الفرق ده كله بيجي فرق خامات، فرق استشاري، واخد بال حضرتك ان بجيب استشاري اقل، فرق خامات اقل، وخد بالك والدنيا ماشيه. وصلت النقطة يا دكتور طلعت بهلول خبير السلامة المهنية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. طبعا تعزينا لأسرة يعني المتوفي أمس في حادثة كوبري أكتوبر، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وبالتأكيد مسألة اللجنة اللي شكلت علشان يتم معاينة كافة اللافتات الإعلانية الموجودة في محافظة القاهرة شيء مهم جدا جدا، غاية في الأهمية الحقيقة أن احنا ننتبه لده. ويمكن الدكتور كان بيتكلم على انه المسؤوليه في مساله الصيانه، مساله الحمل اللي موجود على اللافتات دي، وحتى كان بيتكلم على حادثه كوبري اكتوبر على وجه التحديد انه اليافطه مالت بشكل غريب، يعني مش المفروض لما تقع بالشكل ده لو هي بس واقعه اثر العاصفه الترابيه. فاعتقد انه بالتاكيد يعني هيئات المسؤوله عن محاسبه من تسبب في هذه الحادثه هيكون ليها خطوات جاده، وهنشوفها الايام الجايه لمحاسبه المسؤول عن هذا.